بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، لا يعترض عليه ذو عقل بعقله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله. هو الكريم الوهاب ومسبب الأسباب، له الكبرياء والجبروت عز وجل. أخوتي، أبناء عمومتي، أصدقائي، إني تقدمت لدخول الصراع الانتخابي لأكون ممثلا عن من يختارني عن قناعة وعن دراية بتاريخي وعنواني. وبعد مضينا ومحاولة رص الصفوف، وجدنا أن من تقدم من فرسان عشيرتنا ومناطقنا الكثير، وهم أهل لها، لكن ذلك من شأنه أن يضيع أصواتنا ولا نحظى بمن يمثلنا في مجلس المحافظة. وبعد الاستخارة والتوكل على الله، فإني ارتأيت أن أنسحب من الانتخابات لصالح رجل من مناطقنا التي أعتز بالانتماء إليها، فهي مسقط رأس الآباء والأجداد، وهي أرضنا. أخوتي، أبناء عشيرتي أبو فهد وأبناء العشائر الأخرى في مناطق الرمادي وشرقها، أرجو أن تتوحد أصواتنا لصالح رجل من الرجال المخلصين، ألا وهو الأستاذ حمدي فرج فايز. فهو بعد انسحابي مرشحا لكل الأنبار، ولا أريد إلا أن تتحد أصواتكم اتجاه هذا الرجل لكي يكتب التاريخ لنا إننا اخترنا من يمثلنا من مناطقنا، ولكي تتحد عليه جميع عشائر أهلنا، فلنا خصوصية الاختيار. أهلي وعزوتي، إننا مع التغيير ومع من وثقنا به، وأدعوكم للخروج يوم الانتخابات لوضع النقاط على الحروف، ولكي نثبت بهذا العرس الانتخابي قدرتنا على التغيير. فكونوا يدا واحدة على من سواكم، وليقتدي بنا من همه نصرة أهله وأبناء محافظته. ومن الله التوفيق. الحقوقي أحمد طه عاقول الفهداوي.